السلام عليكم. نكمل مع حكمة الغرب الابيقوريين. الحقيقة أن الفيلسوف الابيقوري لوكريتيوس حاول ان يشخص مرض، حاول ان يقدم علاج لهذا المرض اللي سماه مرض العاطفة الجنسية. كان يعتبر هذا المرض امر في غاية السوء ولو بالقليل من وجهة نظر الابيقوريين، لماذا؟ لأنه يناقض مبدأ السكينة الإيبقورية يجعل الإنسان دائما قلق رغبات مستعرة في داخله فلا يهدأ ولا يعرف السكينة هذه العاطفة الجنسية كما يقول لوكريتيوس تتقاذفها رياح الوهم حتى في أكثر لحظاتها امتاع عبارة عن وهم لا أكثر ولا أقل يقول أيضا أن تشبثك بالعاطفة الجنسية يزيدها اشتعالا بجوانحك ومن ثم هذا الأمر سوف يزيدك ألم وهذا هو اللي يحاولون يخلصون البشرية منه الأبيقوريين الألم يقول أيضا أن الجرح لا يتفاقم ويزداد عمقا مع مرور الأيام بالتالي يرى لوكريتوس أن العاطفة الجنسية تتبدل إلى حزن وغم وكدر لماذا؟ لأنها تعد تشويها للدوافع الطبيعية كيف؟ كيف تعد تشويها للدوافع الطبيعية؟ يقول عبر رغبات غير واقعية وعبر معتقدات خاطئة هذه المعتقدات الخاطئة تزيد الإنسان تعاسل إلى تعاسل لماذا؟ لأن هذه العاطفة الجنسية مسؤولة عن وجود رغبات عارمة داخل الجسم البشري لا يمكن إشباعها لا يمكن ان يوم من الايام تشبع هذه عن طريق هذه الرغبه الجنسيه، لماذا؟ لانها اخذت اصلا اصلها او اخذت شريعتها منين؟ من الوهم والخيال، فكيف ممكن تمسك شيء بايدك وتقول حصلت على هذا الشيء؟ فلذلك حتى المحبين يرغبون في التوحد معا. ويعتقدون انه بامكانهم ان يصلون الى مرحله يستطيعون ان يتوحدون، وهذا امر مستحيل تماما. مستحيل قطعا. يقول عن هذا الامر انه الاجساد اثناء العمليه الجنسيه تتعانق الشفاه تلتئم، نعم ثم تندفع الانفاس الحاره اللاهثه من الحلوق دون هدف او دون اي غايه. لماذا؟ لانه لا يمكن لاي طرف ان ينتزع محبوبه بالكامل. لا يمكن لاي طرف ان ينتزع من محبوبه جزء منه. لا يمكن كذلك أن يدخل إلى جسد الآخر فيذوب في داخله هذا أمر مستحيل مستحيل رغم التصاق الجسدين ببعضهما فإنهما يبقيان هذين الجسدين منفصلين ويظنان أنه هي هاي الغاية الوسطى لها أنه جسدين ملتحمات وبمجرد انقضاء الشهوة الجنسية تزول حالة السعار والرغبة وال اللهاث التي لا تلبث أن تتجدد مرة أخرى وهكذا إذا يميل الإنسان المغرم إلى عدم إدراك في حالة العشق والوله والحب يميل دائما إلى عدم إدراك صفات المحبوبة الجسدية والعقلية سواء ذكر أو أنثى فترى أن المحبوب يتغنى بمحبوبة بكل الصفات الحميدة يجد أنه يحتوي على صفات حميدة فقط ويغض الطرف عن كل العيوب الموجودة في هذا المحبوب هذا في ماذا سوف يتسبب؟ هذا الأمر سوف يتسبب في اضطراب وأحباط وقلق وشك هذا الشك اللي تخالطه الغيرة إذن لكي يؤدي أيضا إلى تدهور الصحة واهمال الاعمال الواجب ادائها وبحيث هذا الانسان يصبح محبط سوف تؤدي الى امور اخرى كل هذه الامور التعلق بخيال او وهم يؤدي الى ضياع حتى المال حتى الوقت حتى تشويه السمعه هذه هي النتائج طيب ما هو الحل؟ يقول انه الحرمان الحرمان في رايه هو الحل الامثل لوكريتيوس هذا وليس بقر الحرمان هو الحل الامثل, هو الحل الأمثل, هو الحل الأمثل لمشكله العاطفه الجنسيه هذا بالضبط يخبر بضرورة أن يتوخى المرء الحذر لظهور أول علامات العاطفة الجنسية يجب أن يكون حذر مستعدها قبل أن تغوي وتطحن تحت عجلاتها لأنه إذا المرء وقع فريسة لهذه العاطفة أفضل نصيحة يمكن أن نقدمها إلى كما يقول لوكريتيوس هو أن تنظر إلى عيوب محبوبك بدل أن تنظر إلى الصفات العظيمة اللي تتخيلها بي انظر إلى عيوب أو تخيل عيوب من عقلك والطشها به كما نقول وأوليها النصيب الأوفر من تركيزك فإذا كنت أيها الحبيب ترى في محبوبك روح عظيمة جميلة ومثلا قوام رشيق وطويل تتغنى به لا اعتبرها وكأنها قزم بهلواني كذلك يعني الأنثى بالنسبة للذكر مثلا اذا كنت ترى محبوبتك انسانه رقيقه تخيلها بينك وبين نفسك انسان شبه ميت مصاب بالسعال. اذا كنت تميل الى وصفها او ترى انه محبوبتك على سبيل المثال تذيب القلب رقه وشوقا صاحبه الق يشبه الق الجواهر لا. تخيل انه قد تكون امراه سليطه اللسان قد تكون عصبيه جدا صعب ترويضها هذه النصائح يقدمها لوكريتيوس مع ذلك ينصح ان يضع جميع هذه الاشياء دائما نصب عينه حتى لا تسرح في خيالات وفي اوهام هاي ممكن تنعكس عليك على صحتك اموالك وقتك سمعتك طيب ماذا لو كانت فعلا المحبوبه فيها كل الصفات العظيمه؟ محبوبه فيها كل الصفات الجسديه والشكليه والنفسيه والروحانيه. نموذج طيب تستحق المدح والثناء. يقول لوكريتوس في هذه الحاله يجب عليك ان تتذكر أن هناك الكثير من امثالها، كثير من النساء موجودات يعني ممكن. وايضا انت قبل ان تتعرف عليها كنت عايش حياتك طبيعيه. معنى بعد ان رايتها آه اصبحت يعني قيس بن الملوح عادي يعني امرأة حال حال الاخريات اخيرا لوكرتوس الابيقوري ينصح هذا الانسان العاشق انه لا ينسى انها مهما كانت تمتلك من صفات عظيمه هي ما تختلف عن اي انثى اخرى بصفاتها التكوينيه ما تختلف عن اي وحده من بنات جنسها هذه نصائح يقدمها لوكريتيوس للمحب فلا يمكن للعاطفة بعدها أن تنجو من هذه المصائد إذا من النصائح المهمة الأخرى التي يقدمها لوكرتوس للعشاق يقول انثر بذور الحب على أشياء أخرى والحقيقة أن الكلام هنا ليس مجازي يعني تصور بذور حب وكذا لا هو يقصد السائل المنوي كلام ليس مجازي فالمشكلة تكمن في وجود فائض خزين منوي عند الانسان اللي هو يسميها بذور الحب موجود في الاعضاء التناسليه يقول لوكريتيوس هذا الفائض يجب ان تتخلص منه وهاي الحاله ممكن تاثر على مومس قد تكون هي السبيل الامثل من اجل ان تفرغ هذا الفائض حسب يقول لوكريتيوس هذه الشحنه الفائضة اللي ممكن يعني تاثر عليك لكن ايضا طبيعه الحال لوكريتيوس يوضح انه ليس من الممكن نسر هذه البذور على أي شيء آخر في أي مكان لماذا؟ لأن الأعضاء الجنسية لا تثار إلا برؤية أشكال معينة من الناس كالوجوه الفاتنة للنساء الأجسام الجميلة القسمات المحية المغرية المحية المغرية وغيرها هاي ممكن أن نسير الأعضاء التناسلية لأنه بالحقيقة لا يلفت انتباه الرجال على سبيل المثال سوى مثل هذه الأشياء الجميلة وهذه بالضبط تحدثها السحب الذريه، رجعنا للذريه، يعني الابيقوريون عمودهم الفقري ابيقوريه ديمقريطس. هذه يقول السحب الذريه اللي تتكون على هذه الاشكال والصور، هذه تتسلل الى اجسادنا عن طريق الاحلام. بالضبط كما يحدث في الاحلام فاننا عندما نرى هذه الاجسام الجميله نعتقدهم اناس حقيقيون، ونحن بالحقيقه نحلم. فعندما ترى امراه جميله في الحلم انت لا تعرف انك تحلم، لماذا؟ لان القوى العقليه هذه القوى العقليه اللي تحميك من كل الخيالات تحميك من كل الهواجس هي قد تكون خمدت او ليست قد تكون بل هي خامده بالفعل اثناء النوم. لكن مع ذلك يتضح أن الرغبة الجنسية هي ليست محض مطاردة لأشباح خيالية في الأحلام لأن هي بالواقع أيضا تأثر لأن حقيقة كون هذه الشهوات هذه الشهوات الغراميه بأكملها تشتعل بفعل مجموعه مختلطه من الصور البشريه سواء في النوم او حتى في اليقظه. هذا ماذا يفسر لك؟ يفسر لك عدم قابليه هذه الشهوات المغويه للاشباع، ابدا لا يوجد هناك شيء اسمه اشباع. وايضا كما ذكر لوكريتوس تسبب في مشاكل جمه. فكان يقول انه الطعام والشراب عندما تاكل طعام وتشرب شراب هذا يدخل الى اجسادنا فيمتلئ الجزء المخصص اللي هو المعده ينتهي الجوع وبذلك فان الحاجه الى اللحم والى السوائل تدخل الجسم يمكن اشباعها بكل سهوله وانتهى الموضوع لكن عندما تعجب بوجه جميل لامراه بقوام رشيق جميل لهذه المراه بروح هذه المراه ونفسيتها واخلاقها قسماتها الفاتنه هذا لن يمنح الجسد اي شيء حتى تقول اكتفيت كما في الطعام. زين لا يمنح الجسد سوى مجموعه صور لا قيمه الها وتذهب هباء يعني بالعاده كالعاده تذهب هباء لا تستطيع ان تمسك شيء منها. اذا بما ان الانسان لا يمكن ان يلتهم حبيبته ياكلها كما ياكل لحم غنم ويشبع كما يلتهم الطعام فانه محاوله اشباع عاطفته مهما كانت محكوم عليه دائما بالاخفاق. اذا هذا الشعار الذي يقول فاز باللذات من كان جسوره هو ليس الشعار المناسب للابيقوريين ابدا، هذا الشعار لا يلق لهم. مع ذلك افلاطون وصف هذه الحاله باكملها قال انه عندما تهجر حبيبك عندما تنبذه هذا ممكن نعتبره في حد ذاته من اعظم اسرار الحب اللي سبب لك الهيام به. ونعم يرجع يقول قد يكون هذا الحب ضرب من الجنون المرغوب. وعلى العكس من افلاطون كما يقول ابيقور وكذلك فتيوس اي موضوع ينتهي بهذا الانسان بالدموع والكابه والحزن ما يستحق حتى الوقوف على عتباته. هؤلاء الابيقوريين دائما يبحثون عن السكينه والهدوء. اذا هذه الابيقوره الذرات الديمقراطيه سوف يتطلب الامر ادخال تغييرات عليها الديمقراطيه. هذه النظريات باكملها يجب ان يقوم الابيقوريون بادخال نظرات تغييرات عفوا على هذه الذرات من اجل ان يستخدموها ابيقور لوكريتوس في تفسير العالم لهذه الحالات المرضيه المصابين بالحيره والاضطراب والقلق، اذا كانت الذرات دائما يعني تشتغل بطريقه تشبه واحد زائد واحد يساوي طيب لماذا هذا الاضطراب والقلق والحيره والولول؟ لماذا هذه العشوائيه وغيرها؟ نعم، وجدوا لهم حل ابيقور لوكريتوس فقال هناك شيء بهذه الذرات اسمه الانحراف. هم يؤمنون بالذرات، ذرات ديمقريطس، وان العالم كله مكون من ذرات، اجسادنا، الوجود باكمله، لكن قالوا انه هذه الذرات يحدث بها انحراف. هذا ماذا يعني؟ يعني انه انحراف الذرات عن مسارها، فعندما تاتي ذره لتلتصق بذره اخرى من اجل ان تكون لك كائن بشري او جماد او نهر، تحدث يحدث انحراف في المسارات، طرق جانبيه تؤدي بالبعض عشوائيه، شيء بسيط جدا. لكن هذا من شأنه ان يخل من تعقيدات الوضعيه. يخل بمسالتين. المساله الاولى تتعلق بالفيزياء، والمساله الثانيه تتعلق بالجانب الانساني، تأثر على حياه البشر. المساله الاولى اللي تتعلق بموضوع الفيزياء، احنا نعرف الان في عصرنا هذا ان الكون بعشوائيه كبيره جدا، ليست كل شيء منتظم. إذا فكرة تصادم الذرات سوف تجد أن حل هذه العشوائية الموجودة في فيزياء الكم قال بيقور ذرات ديموقريطس يمكن أن تسقط في الفراغ بسرعة نفسها لا تلتئم كثيرا ما تسلك طرق أخرى يقول أيضا خلال هذا تتخذ لك كل ذرة مسار خاص لها لكن احنا هنا خلينا السؤال اللي هو كيف نعرف أن هذه الذرات أصلا انحرفت يا يا يقولون بسيطة احنا نؤمن انه نحن نؤمن ان الذرات يجب ان تلتصق لكن هذا الالتصاق لابد ان يحدث انحراف بنسبة بسيطة كما نرى في الواقع لا ليست كل الامور يعني تسير كما ينبغي فذرات تصطدم بعضها البعض ثم تلتحم من اجل ان تكون الاجسام العاديه فيجيب لوكريتيوس انه عدم وجود انحرافات سوف نصل الى يقين عدم وقوع تصادم اصلا، كل تصادم يجب ان يحدث بين انحرافات ولو بسيطه بسيطه جدا ومن ثم ينعدم تاثير اي ذره على الاخرى، هاي الذرات المتساقطه. قال ابي قر انه لا مفر من وجود قسط قليل من العشوائيه في عمل الطبيعه من خلال قفزات هذه القفزات تضع ذرة في طريق أخرى تتساقط قسم من هذه الذرات هذا بالضبط يشبه لك فترة آه العفو هذا بالضبط يشبه فكرة اللاحتمية الموجودة الآن في فيزياء الكم اللي هي فكرة العشوائية هذا عرفناه فأي خلل أي شذوذ يحدث بالطبيعة أعرف أنه ذرات آه شذت عن قاعدة الالتصاق طيب ماذا عن الانسانيه؟ المساله الثانيه اللي وجدوا لها حل ايبكور ولوكريتوس من خلال فكره الانحراف. قالوا هي مساله الاراده الحره في مواجهه الحتميه. فاذا كانت لا يوجد انحراف جميع الظواهر، جميع الاحداث هي عباره عن نتيجه حتميه واليه لحركه الذرات، كيف يستطيع اي شخص على سبيل المثال ان يقول انا حر؟ كيف يستطيع اي شخص ان يدعي الحرية اذا كانت الذرات لا يوجد فيها انحراف ولا يسقط اي جزء واحد زاد واحد يساوثين. كيف؟ بل كيف نستطيع ان ندعي ان كل انسان مسؤول اخلاقيا عن اعماله اذا لم يكن هناك عشوائية اذا لم يكن هناك جزء من انحراف فاذا سلمنا بهذه الفكرة فلن تكون حركة كل انسان نابعة من ارادته اذا قلنا انه جميع الذرات تلتصق مع بعضها البعض لن تكون هناك عند حرية الرادة بأي حال من الأحوال وإنما محض نتيجة حتمية لحركات الذرات الموجودة على سبيل المثال بجسدة بالنسبة للإنسان هذه الأمور أثارت حفيظة إبيقور طبعا الإبيقوريين وقفوا في وجه التنجيم التنجيم الأبيقوري اللي ممكن أن يعرفون ماذا سيحدث لك في المستقبل عن طريق النجوم وبالتالي الأمر حتمي فقالوا الإبيقوريين هذا أمر هراء هذا محض هراء الأكثر اكثر من لا فائده منه. طيب هم رفضتوا التنجيم ورفضتوا آلهة الاغريق كلها ما بقى غير فقط النظريه الذريه هذه النظريه اللي جعلت لك المستقبل ايضا مكشوف يعني ممكن تقرا امامك على اعتبار يعني قوانين نيوتن نقول نستطيع ان نتنبا بالخسوف نتنبأ بالكسوف نتنبأ بكل شيء لأنه لا يوجد لا شذوذ ولا انحراف قاعدة تامة إذا حاول بعد أن حاول أبي قور أن يقدم منهج علمي غير التنجيم وغير الآلهة يستطيع أن يثبت من خلال أنه حياة البشر ليست في يد الآلهة وبنفس الوقت ما تخضع لسطوة القدر لكن وجد ذرات أبي قور اللي هي العمود الفقري عند الأبي ما تختلف بشيء لا والغريب انه بيقول قال لا اصلا ذرات ديموقريطس العن من الفكره فكره القدر عند الرواقيين العن من فكره الالهه ليش؟ لماذا؟ يقول من الافضل ان نكون اسرى لفكره الالهه هذه الفكره الاسطوريه في عالم الاساطير على ان نكون عبيد لفكره القدر عند الفلاسفه الطبيعيين عند ديموقريطس على الاقل انت عندما تتعبد الرب العالمين وتدعي يا رب اشفيني من المرض ارزقني بها مجال من نا يعني يستجيب لك بها مجال واحد بالمليون بالمليار ممكن الالهه تستجيب لك وتغير لك قوانين الطبيعه على مود جنابك ممكن تشفيك من الامراض ممكن اي امر خاطئ من البدايه بحياتك صلح الكيان لكن تعال اذا قلت إنه هذا لا أمر حتمي عن طريق الذرات كيف؟ هذه المشكلة لا سبيل للفكاك منها؟ تنتهي الحلقة تبقى عندنا حلقتين أو حلقة واحدة فقط عن الابيقورية بعدها الرواقية شكرا لكم.